اهلا بكم الى موجز الاخبار من اون لايف. افتتح رئيس السيسي عددا من مشروعات التنميه بمحافظه بني سويف تتضمن مجموعه مشروعات صناعيه بمنطقه كوم ابو راضي، فضلا عن اعمال تطوير المرحله الثانيه لمستشفى بني سويف العام بتكلفه اجماليه تقدر بنحو 196 مليون جنيه. كما استعرض الرئيس مع عدد من الوزراء جهود الدوله للنهوض بمحافظات الصعيد وشبكات الطرق الجاري تنفيذها وتحسين كفاءتها. قدم وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار التهنئة إلى رئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى 66 لعيد الشرطة. وقال اللواء عبد الغفار إن في تهنئته إن عيد الشرطة يجسد أسمى معاني التضحية والفداء ويؤكد على حرص رجال الشرطة المصرية على كرامة المواطن واستعدادهم لبذل أرواحهم في سبيله. قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان إن مجلس الأمن الدولي سيعقد مباحثات بشأن الوضع في سوريا غدا. وأضاف لودريان أن فرنسا دعت إلى هذا الاجتماع في أعقاب التوغل التركي في منطقة عفرين شمال سوريا. هذا وقد أعربت مصر عن رفضها العمليات العسكرية التي تقوم بها أنقرة في مدينة عفرين السورية. واعتبرت مصر في بيان للخارجية أن العملية بمثابة انتهاك للسيادة السورية وتقويض للحلول السياسية لحل الأزمة. وجددت مصر موقفها الثابت والرافضة للحلول العسكرية لما تؤدي إليه من زيادة معاناة الشعب السوري. رفض مجلس النواب الليبي التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الليبية وتجاوز مجلس الأمن مجلس النواب والقانون. أكد وفد البرلمان خلال مشاركته في الدورة 13 لمؤتمر اتحاد مجالس الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أن ليبيا تواجه إرهابا صريحا وتخوض معارك شرسة في مواجهته. رأس الساعة والملتقى.